رجل خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه، يعني ماذا صنع؟ حسنة، جهاد. في طريق الرجوع ماذا قال؟ قال: ما رأينا مثل قرائنا. من القراء في هذا الزمن؟ من الذي يقرأ القرآن في هذا الزمن؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. إذن أخذ يمزح ويسخر ويلعب أبي الله، يعني ما بقي أن تلعب وتسخر وتستهزئ إلا بالله، أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يقصد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة القراء. فجاء عوف رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بما قال هذا المنافق، فوجد القرآن قد سبقه. اليوم في أجهزتنا نستقبل رسائل فيها سب وشتم ولعن واستهزاء بالصحابة، ونرسل نحول هذه الرسائل. نعم.